تعالى بقى نروح للدوري، تمام. ولكن هبدأ معاك من مباراتنا غدا مع غزل المحلة. أولا شايف المباراة دي إزاي، من بعدها على طول نشوف ممكن التشكيل الأفضل اللي ممكن يلعب بيه في الدوري. لكن المباراة دي صعبة، طيب احنا على خلينا أرض المحلة وجمهور، فنبدأ من هنا. خلينا نقول حاجة مهمة جدا جدا، وعايز اقول لك ان فرقة المحلة كانت بادئة الدوري بشكل جيد جدا، وكانت تقريبا بتحتل المركز السادس او السابع، ولكن بنظرة سريعة على جدول الدوري هنلاقي المحلة بيحتل المركز ال 13. نتائج سيئة جدا جدا في اخر مباراة، المحلة قريب جدا من المنطقة الخطرة للهبوط للممتاز به. ودايما بقول ان زمان كده، يمكن لو تفتكري، كانوا بيقولوا ملعب المحلة ده كمين للفرق الكبيرة. يمكن احنا السنه اللي فاتت قدرنا نكسب المحله 4-0 هناك باداء جيد، ولكن السنه اللي قبليها على طول في المباراه بتاعتنا امام المحله في ملعب المحله اتغلبنا 2-1، وكانت مباراه يعني كلنا نتذكر الهدف بتاع الاخميم اللي جه في الدقيقه الاخيره اعتقد يعني. فانا دايما بقول ان قوه المحله 50% منه على ملعبه. قوه المحله بتيجي من دعم جماهيره ليه، ان هو بيلعب مباريات على ملعبه، ان هو نادي ليه تاريخ، ولكن يبقى ان نادي المحله عنده دوافع ان هو يكسب، وهي الهروب من شبح الهبوط. نادي المحله قعد كتير جدا جدا في الممتاز به، يمكن بقاله سنتين في الدوري الممتاز الف، وعمل نتائج جيده جدا جدا، ولكن برضه بمعنويات سيئه بعد خساره كاس الرابطه. خلينا نقول ان نادي المحله وصل كاس الرابطه في الفتره اللي كان في التوب فورم فيها، لو تفتكري كان هو مستواه جيد، ولكن في المباراه بتاعته امام فيوتشر قدم مستوى سيء جدا جدا، وتعامل كابتن مصطفى عبده مع المباراه كان غير موفق. انا بشوف ان فرقه غزل المحله كانت المفروض تلعب بامكانياتها، تلعب على حدود امكانياتها. انا النهارده بلعب فرقه قويه، بلعب فرقه زي فيوتشر عندها امكانيات حقيقيه، العب انا بقى زون ديفنس، هامن، طريقه لعبي تبقى مبنيه على طريقه لعب فرقه ثانيه. فانا بشوف ان فرقه المحله فرقه من الفرق القويه جدا، المباراه مش هتكون سهله خالص امام نادي الزمالك.